السلام عليكم الحباب ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتم صحيحه؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم ووليداتكم وما عز عليكم. بونجور مي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان. بان اجوردي اون فا بريباري دو بولي فارسي، اون فا لو بريباري انصومبل. الحباب ديالي اليوم دايره غادي نعمر واحد جوج دجاجات اللي غندير الغدا، وبغيت نشاركهم معكم ان شاء الله يا الحباب ديالي. يلا انا غنوريكم اشنو غادي ندير فيهم. عندي جوج دجاجات هما كبار برين، غادي نبخرهم. عندي معاهم الشعريات الشينوا، ها هي درتها في المطايب حيت نورمالمون تنديرها في الماء بارد ونحيدها، مي درتها في المطايب باش وقطعتها رقيقه. عندي هنايا القزبور والمعدنوس والكرافس. عندي هنايا جوج خيزويات محكوكين. عندي هنا شويه الكفته بلاصه داك القنيصات والكبيده ديال الدجاجات ما درتهمش، دايره شويه ديال الكفته فيها مخلطه، فيها بعدا العشوب ديالها وكلشي. هنايا دايره داك كعبات ديال الدمار، دايره ديال الدجاج، ودايره كعيبه ديال الزعفران، ذوبتهم بشويه الماء باش ما يجيونيش دايرين، ذوبتهم بشي شويه الماء باش يجيني لاصوصيه هذيك. هنا دايره الشامبينيون نوار. هنا دايره الزويتنات عندي ديال الدار مقطعهم صغيورين. هنا عندي العطريه، عندي الثومه دايره شي 4 ولا 5 الفصوص، ديروا نتوما اللي بغيتو. دايره معلقه كبيره ديال الهريسه ديال الزيتون. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاتشب، عندي سكينجبير، عندي الابزار، وعندي الخرقوم. صافي الحباب ديالي، ها البرمه باش غادي نبخرهم ان شاء الله. Mes amis, j'ai deux poulets ici que je vais farcir avec le vermicelle de Chine. Voilà, je les ai trempés et coupés dans l'eau bouillante. Je les ai trempés, je les ai coupés. Oh, j'ai ici du persil et de la coriandre et du céleri. Voilà. Ici, j'ai deux carottes râpées. Là, j'ai des cubes magie. J'ai de là ici, j'ai du safran et du poulet. J'ai un peu de viande hachée. Ici, j'ai coupé un petit des olives maison. Et là, j'ai de champignons noirs de Chine. Là, j'ai de l'ail, 4 gousses d'ail à 5. Là, j'ai une cuillère de harissa. Là, j'ai une cuillère de ketchup, gingembre, poivre. Et curcumin. Et j'ai de la sauce chinoise. Le bnet, n'hésite pas à goûter comme ça. Il y a de la sauce soja. Et l'huile d'olive, bien sûr. Zit le bnet. Et voilà le bnet. On a mélangé les ingrédients. Et je vais vous montrer comment on fait. Mes amis, là, je vais mélanger mes ingrédients et je reviens avec vous. Voilà, les amis, on a mélangé la farce du dijaj. فوالا غادي ندير الشعريه هنا. هنا ديك الباكيه ديال 250، كلشي تيبغي لافارس ملي تطيب كلشي تيبغيها، داكشي باش درت فيها كثيره. فوالا غادي ندير الربع. فوالا لافارس. غندير الزيتون، قطعتو بطريفات، شامبينيون نوار، سطخوني هاد لافارس. هادي هاد لافارس دايرها سبيسياليتي ان، أعوذ بالله من سخون هنا، لي كاغوط غابي، جربوها ما تندموش عليها، حد ما حد ما جرب شي حاجة راه مزيان. غندير الكفيتة البنات. Voilà mes amis, j'ai mis les ingrédients, j'ai mis le vermicelle de Chine, j'ai mis le champignon noir, la viande hachée, les carottes, les herbes et les olives. Voilà, j'ai tout mis. Et là, je vais rajouter la sauce, la petite sauce. J'ai mis les deux cubes magie là-dedans, une de safran, une de poulet. Le bonnet n'a déjà été quelque chose de la ديال لاصوص البنة، درت وحدة ديال الدجاج وحدة ديال الزعفران. إي لي زيبيس،
je vais tout rajouter là. Voilà. البنات غندير زويته العود شويه ولا صوص صوجا ديروا شي جوج معالق كبار ديال لاصوص صوجا فوالا ايوا ونخلط كلشي فوالا الحباب ديالي انا عمر ستيجات عما درت لهم هذيك لافاكس خلطتها ودرتها عمرتها بهم الدجاجات كبار تبارك الله ولا فاكسه هي بقات لي هنايا انا غنديرها هنا درت بابي الومنيوم بعدا هنايا عاد درت لو بابي كويسون من الفوق وغنزيد عليه هذيك الشعريه باش هادي داك الشيء اللي درنا للداخل ما غادي يقدش فوالا درتها هنا غادي نجمعها وغنديرها في الكسكاسه هي تفور مع الدجاج البنات انا درت في البرمه لو بابي الومنيوم الدوره كلها باش يطيب لكم دغيا بلا ما ديروا شي حاجه اخرى ديروا لو بابي الومنيوم واخا ما تكونش عندكم البرمه تتنفس ديروا لها لو بابي الومنيوم راه تيبخر دغيا وتيطيب دغيا البنات انا درت الدجاج في الكسكاس وغادي ندير عليه الشعريه اللي بقات لي غنديرها هنايا وغادي نغطي عليه حتى يطيب ان شاء الله ونرجع معكم فوالا الحباب ديالي هاد الدجاجات تبخروا طابو دابا انا غنديرهم يتحمروا ويعاودوا يزيدوا الطياب شي شويه في الفران وانا درت هنا حتى خلطت عاد تفكرت ما قلت لكمش درت هنا معلقه ديال لاموطارد درت نص معلقه ها نتوما شوفوا ديال السمن شويه السمن ودرت الصوجا وشويه ديال الثومه وشويه ديال الكاتشب ومعلقه صغيره ديال العسل صافي درت لاموطار شويه السمن شويه الصوجا والكاتشب وشويه ديال الثومه فوالا الحباب ديالي داك الميلونج ما لقيتش البانسو عند الوالده دابا تنديرها هكا بالمعلقه ملي تيكون البانسو راه تديروا كل الجنيبات كاملين هانتوما تنخلط كلشي وجربوا وردوا عليا الخبار ما تندموش الا درتو فوالا البنات الا بغيتيه يجيكم زوين اكثر زيدوا عليه شويه زيت العود باش يتحمر اي فوالا الحباب ديالي هاد الدجاج ديالي طاب ها هو درت هذيك الشعريه اللي درت في البابي كويسون فهاديك اللي فورت معاهم الجيزات انا حمرتهم المهم درت شويه الخس مغطو المهم كلشي تيتكل حطيته في الجنيبات ديك الشعريه دورتها تحت الدجاج وحطيت فوق منها الدجيجات ها انتم فوالا الحباب انا قدمت منكم بالصحه وراحه جربوا عطوني الخبار ما تندموش عليه جا زوين واعر ماشي حيت درتهم تنشكرهم والله الا جربوهم عطوني الخبار الحباب ديالي يلا تنقدمهم لكم بالصحه والراحه وتابوناو عندي وديروا لي لايك 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 وتقاسموه مع صحاباتكم وحبابكم ايوا فوالا الحباب ديالي وتنشكركم على التيمونياج اللي تتحطوا لي وعلى لي لايك اللي تتعطيوني والحمد لله حبيبات تعرفني تنبغيكم بزاف كما تتعطيوني تنبغيكم ثاني